الويب المظلم أو الدارك ويب هو ركن مخفي من الإنترنت وموطن للعديد من الأشياء التي يريد الناس الاحتفاظ بها في ظل المخدرات والتزوير والأشياء المسروقة، من أنك تستطيع استئجار قاتل مأجور إلى شراء أسلحة بأنواعها. في حلقة اليوم من ألف تك سنستعرض أغرب القصص المخيفة والمريبة التي يمكنك أن تعثر عليها عند الوصول إلى الدارك ويب. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حبة الأمنية. تخيل أن هنالك أشخاص يبيعون حبة مثل حبة الدواء، وعند أخذها إن كان لديك أمنية ستتحقق بفضل هذه الحبة التي ستكلفك $100. من المحزن صراحة أن هنالك أشخاص بالفعل جربوها وطبعا من دون فائدة. هنالك أشياء صراحة جدا غريبة من الممكن شرائها من الدارك ويب، ولكن هل توقعت في يوم من الأيام أن تشتري مجموعة من القطع لإتمام عملية جراحية؟ نعم، كت كامل من المقص حتى الإبر ستجدها على الدارك ويب وبسعر $20 تقريبا. تخيل لو كان لديك مشروع، مهما كان هذا المشروع، ولكن في هذا المشروع تحتاج إلى قرون وحيد القرن. تأكد أنك ستحصل عليها عند البحث في الدارك ويب وبسعر لا يقل عن $100,000 أمريكي. لا شكرا. ماذا عن ألعاب واقعية تجعلك مندمج فيها لدرجة أن تسافر من أجل إكمال اللعبة؟ نعم، فهنالك شخص كان يلعب لعبة تسمى To Love Deep Web، وكان يجب على اللاعب أن يبحث عن أشياء معينة لإكمال اللعبة والقصة. هذا اللاعب انخرط في اللعبة حتى انتهى الأمر به قائلا: أنا أقود سيارتي إلى نيويورك للرد على هاتف عمومي في الساعة 3 صباحا، وكان ذلك جدا رائعا. بالتكلم عن الأشياء الرائعة، هل تعلم ما هو الرائع جدا؟ أن تضغط لايك وشير وتشترك بالقناة أيضا. ماذا عن كتيبات إرشادية مفيدة؟ ولن نتكلم عن الكتيبات الصغيرة. كان هنالك ملف PDF مثير للاهتمام يحتوي بسهولة على 1000 صفحة كتبها نزلاء سابقون في السجون، وكانت هذه الكتابات تتمحور حول كيفية البقاء على قيد الحياة في السجن، وكيفية إدخال المخدرات وأخراجها من هذه السجون، وكيفية أيضا الانضمام إلى العصابات وكل ما يتعلق بالحياة المرتبطة بالسجن. يمكنك أيضا شراء جميع أنواع بيانات الاعتماد المزيفة، بدءا من جوازات السفر والهويات المزيفة وحتى تسجيلات الدخول لحسابات مثل نتفليكس وفيسبوك أيضا. ولكن وجد أن هنالك أشخاص يبيعون شهادات طبية مزيفة، ووصل سعر الشهادة الواحدة حوالي $50,000 أمريكي. بالحديث عن شراء جوازات السفر المزيفة، هنالك موقع متخصص بالتزوير وبيع الهويات المزيفة. على سبيل المثال، مقابل $6,000 أو $10,000 يمكنك الحصول على هوية أمريكية وجواز سفر ورخصة قيادة وجميع الأعمال الورقية التي تم القيام بها حتى تتمكن من الانتقال إلى أمريكا تحت الاسم الذي تريده. معلومة صغيرة، عند استخدام الدارك ويب تحتاج إلى متصفح يسمى متصفح تور، وهذا المتصفح يتمتع بالكثير من الخصوصية، ولكن هذه القصة مريبة قليلا. من مستخدمي متصفح تور أخبر هذا المستخدم أنه كان داخل الدارك ويب يشاهد فيديو وترك تعليق على الفيديو. عندما عاد مرة أخرى لتصفح هذا الفيديو وجد تعليق كالآتي: هذا دهاء منك سيد، واسم الشخص الذي كتب هذا التعليق. فقال أنه لم يتصفح الإنترنت لمدة أسبوع، وقال أيضا: أنا اسم عائلته ليس اسما شائعا. هذه بضعة قصص مخيفة ومريبة وموفقة أيضا من مستخدمي موقع ريدت. إن أعجبك الفيديو اضغط لايك وشاركونا آرائكم في التعليقات، وإن كان لديكم أي موضوع حابين نطرحه فاتركوه أيضا في التعليقات. كان معكم أحمد من مينتك، شكرا لمتابعتكم.